رجعنا مرة تانية مشاهدينا. دايما نقول ان البورصة المصرية يعني ما تنفصلش ابدا عن الاقتصاد المصري، والدولة بتشهد في الفترة الاخيرة اهتمام كبير جدا بالبورصة، وعمل تسهيلات وعمل يعني نقدر نقول قوانين جديدة هنتعرف النهاردة عليها من خلال طبعا ضيفتنا اللي منورانا معانا في الاستوديو الاستاذة حنان رمسيس خبيرة سوق المال. صباح الخير واهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. صباح النور. طبعا البورصة يعني عدد كبير جدا يعني مهتم بيها، ومهتم ان هو يعرف دايما انه يعني ايه التغيرات اللي بتحصل في البورصة، وناس كتير بتبقى عايزة تسهيلات اكتر وعايزة تعرف معلومات اكتر عن البورصة. الدولة طبعا كمان في الفترة الاخيرة مهتمة جدا بموضوع البورصة، وعاملة كمان نقدر نقول تسهيلات، وعايزة كمان انها تدخل شركات سواء كانت قطاع عام او شركات خاصة داخل البورصة لتشجيع الاستثمار. تمام. فعايزين نعرف برضو تفصيل اكتر طبعا من حضرتك عن الموضوع ده. بصي، هو زي ما حضرتك قلتي البورصة مهمة جدا في الاقتصاد، لأنها لها دور حيوي، لأن البورصة لها أدوار، إن هي منصة للتمويل ومنصة للتداول ومنصة للدخول والخروج للشركات. وعشان أعمل استثمار في أي مكان لازم يكون في بورصات عشان أضمن الدخول والخروج بحقي بالكامل، لأن في بعض المستثمرين راحوا أماكن ما فيهاش بورصات ما عرفوش يرجعوا بحقوقهم ولا بأرباحهم. فطبعا هو تواجد بورصة في مصر ده من قديم الأزل، إحنا عندنا من 1883 في بورصة موجودة في مصر، كانت بورصة قطن وتحولت إلى بورصة الأوراق المالية على مر الزمن، وإحنا كنا البورصة رقم 3 حوالين العالم ورقم 1 في المنطقة العربية، وإحنا اللي علمنا التداول والمقاصة لكل الدول العربية اللي هي في الوقت الحالي بتنافس في مؤشرات الأسواق الناشئة. طبعا التسهيلات اللي بتقدمها الدولة هي بتحاول إن هي تنشط حركة التداول بتخفيض التكلفة وكمان مرونة القوانين، بس بيبقى فيه دايما ما بين المشرع فكر وما بين الفرد فكر تاني. طبعا أنا كمستثمر عايز كل التسهيلات وكل الضمانات اللي هي تضمن لي استثماري وما اكونش عندي اي عوائق ولا اي بيروقراطيه. طبعا وجهه النظر دي بتختلف، فبعد ساعات بيشدوا مع بعض وبيبقى في نوع من فقدان الجسوره التواصل، ولكن طبعا بكل يعني بنشوف مين الطرف اللي ممكن ان احنا نتفاهم معاه عشان توصل الصوره بابهى اتجاه عشان هي مصلحه الدوله. حتى لما بيكون حد بينتقد اي حاجه متواجده بيكون لمصلحه، لان انا واحده في البورصه بقالي 25 سنة، طبعا بيهمني جدا المجال ده، وبيهمني كمان ان الشباب اللي طلع يبقى عندهم فكر ازاي يستثمروا، ما يستنوش ان هم ياخدوا مصروفهم من اهاليهم، ما يستنوش يحطوا في بنوك، لا احنا عايزين نغير فكر الاستثمار، ومش هيتغير فكر الاستثمار الا بالمرونه الكافيه وتوصيل المعلومه بدقه الى المتعامل، وان انا بعمل لمصلحتك وهشوف الحاجه اللي ترضيك اعملها لك عشان تتم عمليه التداول بمنتهى السلاسه وما تبقاش فيها نوع من الشد والجذب. المرونه دي نقدر نقول انها ملموسة بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وأكيد الدولة مهتمة أنها يعني تلاقي دايما الأسهل للمواطن أنه هو إزاي أنه هو يعني يشارك في البورصة، أو إزاي البورصة ترتفع الأسهم الخاصة بيها. طيب أنا عايز أعرف من حضرتك، يعني إحنا بنتكلم دايما عن التسهيلات اللي ممكن تقدمها البورصة للمواطن، لكن هل في مواطنين ممكن يضروا بالبورصة؟ والله بصي، على حسب الغرض من دخول البورصة. أنا لو عايز أخش عشان أكسب، وده الفكرة السائدة عند المتعاملين، فهراعي طبعا النواحي القانونية. الشورت تيرمز دي أعتقد هي دي اللي بتأذي البورصة، هو بس لا ما تأذيهاش. هو بصي، هو في على حسب وجهة نظر المتعامل، في متعامل بطبيعته مضارب، يعني إيه؟ عايز إن هو يبتدي يدخل في الأسهم النهارده بعد كام يوم، بعد كام يوم، بعد 10 دقايق بعد 10 دقايق. أيوه، وده متواجد على فكرة في العالم كله. وفي مستثمر طويل الاجل اللي هو بيحب يستثمر عشان ياخد دريع لمده سنين طويله، ده قاعد في الاسهم لانه بياخد كوبونات وعارف ان تاريخ الشركه اللي هو بيساهم فيها تاريخ قوي، فده اللي بيصبر في الاسهم. بس وجهه النظر القويه، الحاله اللي احنا فيها الان مع التغيرات الاقتصاديه ومع التضخم ومع كل الافكار اللي موجوده حوالين العالم، هو فكره المتاجرين اللي هو بسرعه. المتاجر بسرعه ده ممكن في بعض الممارسات يتحول من مضارب الى مضر، ولكن مش كلهم. وجهه النظر بقى من
جهة الجهات القانونية ازاي انا افصل ما بين ده وده، ما اعملش الكل على انه بيضر، ما اعملش الكل على انه بيستفاد، فيبقى كل حاجة واحد بيتعامل على حدة. ودي طبعا موجودة في نظم الرقابة ومعروف مين اللي بيضر ومعروف مين اللي بيتبع. يعني هل لو حصل ان شخص معروف ان هو دايما نقول ان هو من الناس اللي هي الشورت تيرم اللي هو مستعجل على طول عايز يبيع الاسهم بتاعته، هل البورصة ممكن تاخد منه موقف ولا هي طبعاً فعلا ده بيحصل؟ بس في حالة لما بيكون بيسبب ارتفاعات غير يعني مبررة او يعمل انخفاضات غير مبررة. انت عارفة طبعا نظرية العرض والطلب، اللي معاه فلوس في جانب الشراء هو اللي بيدفع السوق للارتفاع، واللي معاه الاسهم في جانب البيع هو اللي بيضغط على السوق للبيع. فبس بيبقى في ناس داخلة مش للضرر، هي داخلة عشان خاطر عايزة مكسب سريع، تؤثر عشان تكسب بالزبط. وعشان برضو ايه، وانا باجي بلاقي مثلا ايه ده سهم بيتحرك، يعني انا عندي اسس التحليل، تحليل مالي وتحليل فني. فلو انا مثلا ايه قاعد قدام الشاشه وببص على طريقتين التحليل، ولا بعد ساعه تبقى مش نافع، فانا بتابع الشاشه اشوف التحركات السعريه. بعد ساعات قوى العرض والطلب هي اللي بتاثر اكتر وبتخليني انا اتخذ القرار، اقول ايه اخش طب اما استفاد من العلو اللي بيطلع في السهم ويمكن اقدر اعمل ارباح. لان يعني احنا طبعا مرت بمصر ازمات كتيره، والبورصه المصريه في ازمات من 2008 فالمتعامل البورصه اللي لسه باقي فيها لغايه دلوقتي هو متعشم ان هي ترجع لعصرها الذهبي تاني عشان يحقق مكاسب. وده اللي هيكسب اللي هو يعني اللي هو بيصبر او اللي هو اللي على المدى الطويل. دايما الصبر مجدي يعني. لا مش دايما طبعا في متغيرات جيوسياسيه ومتغيرات اقتصاديه بتؤثر بالسلب. طبعا لما بيكون في فترات الدنيا فيها يعني مثلا في جائحه كورونا كان طبعا المال اهم من الصحه، اهم من المال صح. فالمتعاملين انصرفوا عن التداول، لما دخلت الدوله حفزت البورصه بضخ السيوله ابتدى المتعاملين يتجرؤوا، ولما ابتدوا يتعاملوا اونلاين ابتدوا انهم يحققوا مكاسب. وده اللي ادى الى ان الافراد دخلوا في فتره الكورونا بكميات كبيره ودعموا ارتفاع المؤشرات الفرعيه وعملت الاسهم ارتفاعات قياسيه. فدايما انا عندي في المنظومه لازم ان انا اراعي الطرف الاقوى، مش هقول الاقوى ان هو اللي هيمشي الكون، لا اللي هو صاحب القرار الاستثماري، لان موضوع الاستثمار في البورصه عفوا موضوع مش سهل وبيحتاج طبعا جراءة وبيحتاج تحمل مخاطر. ولما تقسيه بانك انت تستثمري في البنك، طبعا البنك بتحطي فلوسك وبتروحي يعني سامحيني تنامي، انما في البورصة لا، ده انت لازم تتابعي ولازم تقري وتشوفي الاسهم بتطلع ولا بتنزل طبعا طبعا، وتبقى متابعة دقيقة جدا. بعد ساعات ما بتناميش الليل عشان تخططي انت تاني يوم لو السوق نازل طب هخفض خسائر ازاي، طب لو السوق طالع طب انا هبيع عند اي نقطة عشان اكسب واخش في سهم ايه بعديه. فالعملية كلها مش عملية سهلة طبعا اكيد. طب عايز اعرف من حضرتك دلوقتي الدولة بتدعو لدخول الشركات القطاع الخاص والعام انها تكون داخل البورصة، ده طبعا لتشجيع المواطنين والمستثمرين. عايزين نعرف برضو ترجمينا بقى ايه الفايدة بالظبط اللي هتحصل من ده. بصي احنا عندنا الاسهم في البورصة عبارة عن نوعين، في التداول العادي اللي هو السوق التداول، وفي عندي الطرح الاول اللي هو سوق الاصدار اللي هو السوق الاولي. طبعا السوق الاولي دوت عبارة عن احنا بنسميه الاطفال الاولى، لما بتتم تقدير الشركة ونشر ميزانيتها وبتلاقي ان هي في مجال يعني متفرد بيبتدي يبقى عليها اهتمام جدا. يعني احنا كان عندنا في طرح حكومي الفترة اللي فاتت لزراعة الرقمنة للحكومة وعمل نجاح باهر في الطرح، يعني كان نازل السهم بسعر 14 جنيه وصل في التداول ثالث يوم تداول ل 25 جنيه. طبعا دوت عمل مكاسب للي باع بعد ما اكتتب بكمية كبيرة جدا، لو هو كان صبر في السوق للأسهم المتداولة ما كانش هيعمل معاها الربح ده كله. فده دول ليهم عمره. وكمان نجحت البورصه ان هي تروج للطروحات الاوليه من خلال البرامج الاعلانيه المتواجده في الاعلام، شجعت الناس ان هم يخشوا في الطروحات الاوليه. السوق الثانوي بقى عنده مشكله ان في طبعا اسهم تقدمت، مش هقول ان هي يعني عندها مشاكل ماليه لا، بس كورونا اثرت على انتاج الاعمال، في منها من حقق نجاحات في منها ما اخزلنا، فطبعا الاسعار بتاعتها بقت اسعار مختلفه جدا. وكمان لما باجي اعمل اصدار جديد ممكن ان انا عدم وجود السيوله بيخلي المتعاملين يضغطوا على سوق الاسهم المتواجد بالفعل. هي العمليه كلها عايزه ايه؟ كياسه
وحكمة من متخذ القرار امتى اضخ بشركة جديدة وامتى انشط السوق القديم، عشان هي كلها بضاعة، ولما بيكون عندي السوق كله متوازن ده بيأهلني ان انا اطرح اسهمي في مؤشرات دولية فاجتذب استثمارات اجنبية جديدة. ودينا شايفين في حالة التضخم اسواق المال هي المستحوذة على فكر المتعاملين اكتر حاجة. اكيد. طيب عايز اعرف برضو من حضرتك، ساعات الاشاعات بتضر البورصة بشكل جامد جدا، يعني ممكن حد يروح مطلع اشاعة يقول خلي بالكوا ده السهم الفلاني بتاع الشركة الفلانية ده هينزل، فكل الناس تروح بايعة، مع انه ممكن يكون السهم مش هينزل بس هما بيوقعوه لانهم بيخافوا، فتلاقي كل الناس باعت، ففعلا السهم بيقع وبيحصل ضرر. ده كان زمان، ده كان بيحصل زمان. دلوقتي طبعا الاعلام مهتم جدا بالبورصة بدرجة ان احنا موجودين هو في السوق بنتكلم عن البورصة. كان زمان مفيش حاجة خالص وما تقدريش تستقي اي معلومة، كل معلوماتك بتيجي من المتعاملين وكل واحد بقى ايه ونيته. انما في الوقت الحالي انت بتقدري عن طريق الانترنت تفتحي ميزانيات الشركة، تشوفي نتائج الاعمال، تشوفي الاعمال اللي هي الموسمية بتاعتها والفصلية، وممكن كمان تخشي تشوفي هيكل المساهمين، وممكن كمان تقري ابحاث وتقارير وتحليلات فنية واقتصادية ومالية وتعرفك هذا. وانا من جهتي باخد القرار انا، وعلى فكرة متعاملين البورصة من كتر التداول عندهم خبرة جيدة بعد ساعات بدون احنا يعني دي الناس القديمة أو الناس اللي عندها خبرة، لكن لو حد لسه جديد وداخل في البورصة جديد ما يعرفش حاجة، ما هو هيقعد يسأل. بننصحه أولا أن أنت الأول تكتسب ثقافة البورصة، تابع الأول قبل ما تحط فلوسك، ولو هو عنده فلوس وفي خبراء كمان بينصحوا الناس كتير. طبعا وفي كمان مديري حسابات موجود في كل شركات التداول على درجة عالية جدا من الكفاءة، لما بيكون متعامل معاها يعني مالية جيدة أنا أعتذر جدا، لا معلش، وبيكون مش قادر يتابع بنقول له خش في وثائق صناديق الاستثمار. طيب هو معاه مالية ضعيفة بس بيعرف يتابع، شركات التداول بتقبل من أول مبالغ قليلة جدا إن هي يتم التداول في الأسهم، وكمان لما بنلاقي حد عنده يعني الشغف للمعرفة احنا عندنا مثلا بنعمل دورات تدريبية وبنروح كمان نطور المناهج بتاعة البورصة في العديد من الجامعات عشان نبتدي بالجيل الجديد يعرف يعني ايه بورصة، لأن الأسواق العربية ابتدت الدول العربية تهتم جدا بسبب ثقافة التداول، وابتدت كمان يطور في الخدمات ويخلي كمان المتداول يعمل حاجة اسمها محاكاة للتداول، مش في البورصات المتواجدة لدى بلادهم، لا في العالمية كمان وفي مختلف نواحي الاستثمار. أكيد. طيب أنا عايز أعرف من حضرتك، يعني أكيد البورصة أو يعني المسؤولين عن البورصة ليهم طلبات معينة دايما بيحاولوا أن هم يحسنوا بيها الوضع الاقتصادي أو الوضع في البورصة، أهم الطلبات اللي كنتم دايما بتطلبوها في الفترة الأخيرة كانت إيه؟ طبعا أهم حاجة عندنا كان موضوع ضريبة الربح الرأسمالية، وهم طبعا أصروا أن هم تتطبق بس بطريقة معينة. الأول كنا خايفين من أن يتفتح ملف في مصلحة الضرائب عشان البيروقراطية، قالوا أن مصر المقاصة هي اللي هتقوم ب هذه المهمة، وكمان هيخصم كل التكلفة اللي تكلفها المتعامل. هي كل الأوراق المالية اللي موجودة في البورصة موجودة في مصر المقاصة، ده لازم، ده هي دي الجهة الأساسية اللي هي موازية، تمام، موازية هي اللي بتعمل كمان المقاصة المالية والمقاصة كمان الأوراق، يعني في حالة البيع وفي حالة الشراء. طبعا هيبقى بس هي المشكلة بس ان انا لازم كل حاجة هيبقى معايا الإثبات ان انا صرفتها وان انا عملتها، وكل حاجة تبقى بفاتورة، ودي يعني حاجة ممكن المتعامل بالممارسة هيتعلمها. برضو قال كمان ان هو لما يكون فيه طروحات جديدة بيبقى بعد سنتين هيتخصم 50% من الضريبة، وده برضو ايه اتاحة للمتعامل ان هو يخش في الطروحات. هي كلها ايه المعاملات الضريبية يعني، بس هو كان احنا كان عشمنا ان ما يكونش فيه ضريب خالص، انت بتخفض التكلفة، فكان بالمرة ان انت تعفي المتعاملين البورصة من الضريبة. مين اللي بيتحملها؟ المتعامل. المتعامل بس في حالة الربح، يعني كنا الاول عندنا رسم الدمغة في حالة المكسب او الخسارة، لا دلوقتي في حالة الربح هي تطبق ضريبة الأرباح الرأسمالية. وفي ناس طلبتهم الضريبة دي تتشال عشان تشدها، كنا عايزينها تتشال. ليه بقى؟ لأن زي ما بقول لحضرتك المتداول في الفترة الأخيرة انت عايزين تشجعوا الناس بالظبط، تمام. وكمان احنا برضو العالم لم يعني يشفى بعد من جائحة كورونا، لسه لغاية دلوقتي يعني في مثلا تأثيرات اقتصادية أزمة الإمدادات العالمية، ما هي بسبب الجائحة، بسبب ان انخفضت الإنتاج فعلي أسعار الطاقة، فاحنا لسه في التبعات لجائحة كورونا. احنا في مصر كانت الجائحة أخف في النواحي الاقتصادية ان احنا ما كانش عاملين غلق شامل، ولكن برضو متعامل البورصة تأثر تأثر قوي جدا، فكنا عايزين المزيد من التنشيط. على فكرة عميل البورصة هو مش طماع، هو بيحاول ان هو يكسب، وهو طبعا هو ده منتهى يعني العدالة ان هو يكسب.
المكسب طبعا. وكمان اهم حاجه ان انا لازم اسمع له واشوف ايه متطلباته، لان انا لما احدد يعني اشجع واحد يعني الاستثمار الداخلي، الفرد ده هيتكلم على انه كسب، فلما هيطلع يتكلم مثلا هيشجع ناس ثانيه انها ايوه برافو، هيدي الانطباع الجيد عن البورصه. يعني الفتره الحاليه احنا كلنا يعني عمالين نكتب على الفيسبوك وعمالين نكتب على المواقع كلها ان في ازمه، الناس بيسالوني في الشارع انت وايه وصلتوا لايه، طب عملتوا ايه بضريبه الارباح الراسماليه، طب الهامش قلوب، طب انتوا فاهمين يعني ايه هامش؟ ايوه اللي هو التمويل عشان خاطر الناس تزيد قدرتها الماليه. طب والله ده وابتدى يبقى عندكم ثقافة قوية. لازم اوصل للمستثمر اعرف ايه هو طلباته، ولازم اتعامل معاه خايف منها على انه طفل مش محتاج ان هو يتسند، لا هيكبر وهيتعلم. وحتى لو في بعض الممارسات من بعض الناس السيئه، العمله الجيده تطرد العمله الرديئه، المتعاملين نفسهم هيقفوا قدام الممارسات السيئه دي لانهم هيخافوا على رؤوس اموالهم، لان الفلوس تجيبها مش بالسهل وتحطها في البورصة ده قرار صعب، ولما تكسب بتبقى حاجة جيدة، لما بتخسر مش قادرة أقولك يعني بيبقى ضياع وتبخر لرأس المال، وده بيصيب المتعامل يعني الاحباط الشديد. ده حقيقي فعلا. طيب ناس كتير برضو بتخاف انها تحط مبالغ كبيره لان هما بيبقوا حاسين ان البورصه برضو عارفه يعني زي الميزان كده بتطلع وبتنزل، وكل يوم يعني ما بتبقاش فيها ثبات كبير. ازاي برضو نشجع الناس اللي هي عندها التخوف ده؟ لان في ناس تقول انا مش هحط مثلا ملايين عشان انا يمكن الملايين دي اخسرها، فيبقى انا كده خسارتي كبيره قوي. فازاي نشجع الناس انها تحط مبالغ كبيره وما تبقاش خايفه؟ اول حاجه ان هو يكون الفلوس اللي حاططها في البورصه مش احتياج، يعني فائض. ده رقم واحد. رقم اتنين، ما يحطش كل فلوسه مره واحده، يبتدي يحطش بسكت واحده زي ما بنقول، يبتدي ان هو يحط الاول جزء، ولما يبتدي التداول يبقى فهم فيه اكتر وابتدى يوعى اكتر للعمليه يحط جزء تاني، وبرضه يحتفظ بسيوله كافيه في حاله الانخفاض ان هو يخش يشتري، مش هقولك في نفس السهم، في اسهم اخرى ليها اتجاه تاني، عشان زي ما حضرتك بتقولي ما يحطش كل البيض في سله واحده، يبقى عنده نظريه المحفظه، وبرضه ينوع من استثماراته، يعني ما يخش برضه في ادوات الاستثمار زي صناديق الاستثمار، ويخش كمان لو في يقدر يخش في سندات اذون الخزانه، دي مضمونه من قبل الدوله. انوع مصادر استثماري عشان خاطر لو حاجه قلت يبقى في عندي حاجه بتسند، عشان ما يبقاش كله يعني رايح للخساره. هل مسموح داخل البورصه المصريه ان يشتري فيها اسهم غير المصريين؟ هل مسموح للاجانب؟ الاجانب بس ما ينفعش يشتري اسهم عالميه جوه البورصه المصريه. لا عالميه لا، انا اقصد العكس، ان يشتري الاجانب يستثمروا في البورصه المصريه، بس المصريين مش متاح ليهم. لا انا فاهمه ده طبعا، الا عن طريق منصات معينه. لا انا اقصد الاجانب مسموح لهم، لا مسموح لهم ان هم يشتروا اسهم في البورصه المصريه، وبيتم تكويدهم بالفعل بالباسبور، وبيبقى موجود خانه الجنسيه بتاعته. بس كان زمان في بعض الاسهم ممنوع دخول فيها الاجانب اللي كانت بتتعلق بالامن القومي، سيناء، الكلام ده كله. بس ابتدت دلوقتي العمليه الشركات الخاصه مثلا الحاجات تقل شويه، لان كل العالم بيحاول يجتذب الاستثمارات الاجنبيه طبعا. لانها فعلا في ظل التضخم في ظل التضخم البورصه هي افضل وسيله للاحتفاظ بقيمه النقود، لان الجنيه قيمته الشرائيه بتقل، داخل البورصه الجنيه قيمته الشرائيه بتكتر في حاله السوق الصاعد، لانه بيبقى فيه الارباح الراسماليه وفي الكوبون اللي بيوزعوا السهم بنتائج الاعمال الجيده. نقدر نقول لو هتصنفي كده يعني على مستوى العالم، المواطن المصري هل من اكتر الشعوب اللي هي بتبقى عندها شجاعه انها تساهم في البورصه، ولا في دول اكتر مننا بكتير؟ احنا كنا رقم واحد. المتعاملين المصريين بتوعنا هم اللي علموا التداول للعالم كله، مش هقول لك للدول المجاوره، لكن حاليا لا، دلوقتي انحصرت الثقافه جدا جدا. يعني انا عندي المتعاملين الكبار السن هم اللي شاطرين جدا، الصغيرين بنبتدي نعلمهم جزء فجزء. طبعا المناهج في الجامعات بتبقى عباره عن حاجه نظري، فاحنا بنحاول ان احنا كمان ننزل تحت الجامعه من اول الثانوي، ننمي ثقافه الاستثمار، ودايما اعدل من سلوكياته، اقول له بدل ما تبقى مستهلك السلعة
كذا، طب ما انا اخش كمساهم في الشركه التي تصدر هذه السلع. كده غيرت فكر المتعامل وخليته كمان اكتر قدره ان هو يبتدي يستثمر اسهم فيها. وكمان يعني احنا انا على زماني انا كنا بنخش في المقصف اللي هو عباره عن الكانتين وكان فيها اسهم، وكنا وعرفنا يعني ايه من ساعتها. وعشان كده انا ابتديت ان انا اقرا اكتر واعرف اكتر، وكنت مصره ان انا اشتغل في هذا المكان المجال تقريبا من اولى ثانوي. كنت يعني مهتميه حول العالم، بحاول بقى انزل للثانوي عشان انمي من افكارهم، لانهم بيتعاملوا بالابلكيشنز اللي موجوده على الموبايل بطريقه قويه جدا، وكمان عندهم شغف للمعرفه، وكمان الانترنت سهل كل حاجه. طبعًا. كل حاجه هم بيفتحوا جوجل اي معلومه انت عايزاها كل حاجه بالزبط. في اي حته يعني يعني مثلا متابعين مثلا اسهم في امريكا، ده مثلا عمل تويتر على التويتر وادت الى ارتفاع السهم او انخفاضه البديل. بس هل معنى ان مثلا سهم ارتفع في بلد هل معناها هترتفع في بلد تانية؟ ملهاش علاقه صح؟ بس بتاثر بالايجاب ازاي على نفسيه المتعاملين. بيدور على الشبيه لهذا السهم لو كان في داخل بلده، ويبتدي ان هو يقرا عنه ويتثقف. طب في نفس المجال متواجد مثلا في الاسواق العربيه، يعني انا في دلوقتي عندنا في مصر بيحاولوا في طروحات تبقى موجوده في المنطقه العربيه، بيحاولوا يفكروا ازاي الوسيله ان انا اخش في طروحات. عشان كده انا عندي فكره يعني نفسي تبقى الدول العربيه متاح ان انا يعني زي ما العرب متداول يتداولوا في مصر، يتاح برضو للمصريين يتداولوا في البورصات العربيه، لانها تعتبر سوق مشتركه من غير اعلانها ان هي سوق مشتركه، وابقى عندي بدائل التداول. ده هينشط العلاقات الاقتصاديه ما بين الدول، وتبقى مجال جديد لتبادل الخبرات وتبادل المعرفه. اكيد طبعا. طب انا عايز اعرف من حضرتك برضو، يعني اكيد يعني اللي بيأثر على البورصة برضو بشكل كبير لما بيحصل يعني عدد كبير من الناس تشتري اسهم وتدخل في البورصة، ده برضو بينشط البورصة بشكل كبير تمام جدا. ده العرض والطلب اهم حاجة. الطلب كل ما بيزيد بيضخ السيولة، السيولة بتترجم في ارتفاع الاسهم وارتفاع المؤشرات، لان المؤشرات مرتبطة باداء الاسهم. فطب ما تقولي مثلا المؤشر الرئيسي للبورصة انخفض، ما هو ده باداء الاسهم القيادية، عشان في ناس انسحبت او ناس باعت. بالظبط. هو في اشترى بس برضو كل لما يكون الضغط بيعي لا بيبقى السهم بينخفض. فكل ما بينخفض يبقى المؤشر هو نفسه اللي بينخفض. ايوه بالظبط. وعشان كده احنا دايما برضو زي ما حضرتك قلتي الاعلام المصري مهتم دايما ان هو يتكلم عن الاسهم والبورصه وايه الاسهم اللي ارتفعت وايه الاسهم اللي انخفضت. ولكن زي ما حضرتك قلتي في ناس كتير ما عندهاش الثقافه، او يعني عارفه زي بيبقى مترددين او خايفين، حاسين ان فيها مجازفه، ان البورصه فيها مجازفه. بصي انا زمان كان في دكتور احد الدكاتره الموجودين في جامعه عين شمس كان بيعمل برنامج على التلفزيون قالب به بورصه، عايزين نرجع الموضوع ده تاني مره تانيه. على فكره الشباب كله بيتوجه الى اليوتيوب للتعلم. صح. طب انا اخليه في القناه الجيده الاعلاميه اللي بيتفرج عليها بقى السواد الاعظم، ان مش كل الناس مش كل الناس بتتابع اليوتيوب. بالظبط. فانا مش الشباب الصغيرين بس. تمام. والشباب الصغيرين يمكن ما عندهمش برده السيوله دي. ايوه برافو عليكي. احنا عايزين الناس الاكبر بقى. تمام. ولما اثقف الناس الكبار دولت ممكن يبقى عنده وسيله جديده للتداول ووسيله جديده للاستثمار. يعني انا قابلت واحده ست طالعه على المعاش مهتميه جدا بموضوع البورصه، عملت بقى معاها حاجه ظريفه، قلت لها انتوا كام ست مهتمين؟ قالت لي احنا خمسه. قلت لها طيب انا هفتح بروجرام من عندي على الابلكيشن الموبايل وهديكم محاضره اعرفكم يعني ايه البورصه. شوفي بقى لو كان ده المتواجد في التلفزيون كل يوم في ميعاد معروف. صح. ومعاد جيد. احنا بنحاول برضو في نشراتنا دايما ان احنا نعمل الموضوع ده. هم متابعين على فكره. أيوه. نشره 3 و9 و6 وبيهتموا جدا، بيتفرجوا يعني البرامج الصباحيه اللي بتدي ثقافه ومعرفه عن البورصه. وان كمان رابطين البورصه جامد جدا بالحاله الاقتصاديه للبلد. انا لما يكون عندي اقتصاد جيد وفي مجهودات بتبذل رائعه في الدوله والاقي مؤشرات البورصه بتنخفض، طبعا ده هيخليني اتساءل ليه بيحصل كده. انا بس عايزه اقول اطمنكم يا جماعه، هو نواحي اداريه متواجده جوه البورصه. الاقتصاد بتاعنا الحمد لله زي الفل وبينافس الاقتصاديات العملاقه حوالين العالم. احنا بس عايزين نعمل نوع الوعي للناس بموضوع البورصة، لان هي فعلا شيء مهم جدا. وكل ما الناس بتشارك اكتر وبتشتري اسهم اكتر ده بيرفع يعني من ايه، يبقى بديل للتداول كمان للاستثمار. يعني ما احطش فلوسي في البنك وانا عارف ان الفايدة البنكية بتقل. في ناس قلت ما عملش مشروع برضو عشان المشروع فيه مجازفة، فهي كل حاجة فيها مجازفة. السن يعني خلي بالك لما الواحد بيكبر في السن قدرته على متابعة مشروع او الدخول في الاجراءات لعمل هذا المشروع بتبقى الموضوع مش سهل. ومين الشريك اللي هيخش
لغايه دلوقتي، عشان كده الدوله بتحاول انها تقدم تسهيلات ان الموضوع يبقى سهل، يعني عشان ما حدش يقول الموضوع صعب وفي تفاصيل كتير. ده في بقى ميزه دلوقتي كمان، انا بقول للشباب فكروا، ولو انت عندك فكره مشروع جيد اعمله، ولما بعد كده عاوز تمويل تعالى ايده في بورصه النيل، دي بورصه المشروعات الصغيره والمتوسطه، وهم هيقوموا بتقديم المشوره الكافيه ازاي يطلع المشروع بتاعك في احسن صوره، وازاي ان انت كمان تحقق مكاسب، يخش لك نقديه ممكن تكمل زي دخل زياده يعني. تكمل نجاحك وتتحول كده من صاحب فكره الى رائد من رواد الاعمال. ودي على فكره الموضوع اللي انا متبنياه في الفتره الحاليه، انا بحاول ان انا الشباب اللي عندهم شجاعه واللي عندهم يعني القدره على الدخول في مجال رياده الاعمال، بقول لهم الطريق واحد اثنين ثلاثه، وقولوا انتوا عايزين ايه واحنا نساعدكم. أكيد. أنا عايز أعرف من حضرتك برضو، هل في تجارب لأشخاص اشتروا في البورصة ونقدر نقول البورصة يعني على حظهم السهم بتاعهم زي ما نقول كده ضرب، يعني ارتفعت الأسهم قوي وحصلت إن هما مثلا اشتروا السهم ساعات بيبقى مثلا بعشرين جنيه، وبعد كده بنسمع إنه وصل لأرقام كبيرة قوي. بس اللي بيكسب بيخاف من الحسد، ما بيقولش قوي، كان في يعني نوع لكن من اللي عنده مشكلة هو أيوة لا ده أساسي ده أيوة مبطلش إن هو يتكلم، ولما تيجي تقولي لواحد أنت كسبان يقول لك إيه بس أنا ممكن اكسب اكتر. بس في يعني حد معين شفناه ابتدى يتكلم على مكاسبه، وابتدى يتكلم على تداولاته، وابتدى يتكلم على انه حقق مكاسب جيده من البورصه، بس يعني ما كملتش الموضوع يعني هو يكمل بقيه تجربته على خير، عشان تبقى تجربه يحتذى بيها للاخرين. اكيد. انا بشكر حضرتك جدا الاستاذه حنان رمسيس خبيره اسواق المال، شكرا على وجودك النهارده معانا نورتينا، وشكرا على المعلومات طبعا اللي حضرتك يعني افدتينا بيها النهارده. شرفت بحضرتك جدا. شكرا لحضرتك. طبعا فقرتنا انتهت، ولكن لسه مكملين معاكم فقراتنا، هنروح لفاصل ونرجع مره ثانيه.